ما كيعرف جميع، فالديربي يعني عنده واحد طعم اخر. يعني دخلنا المقابله كيف كنقولوا، يعني كل فريق يعني لعب بواحد التاكتيك ديالو. فريق الرجاء البيضاوي كان خصو ولا بد انه ينتصر باش يقلص فريق النقاط. حنا حتى حنا كنا باغيين 3 بوا باش نزيدو نبعدو في سبور الترتيب، وكنا ناويين اننا نخرجوا باقل الاضرار اللي هي نتيجه التعادل. كنظن اننا باقي نحن الاولين، باقا قدامنا طريق طويله، باقي متابعين ماتشات كبار، حنا باقي في بدايه الموسم. ان شاء الله نزيدو نحسنوا من المستوى ونزيدو نمشيو مزيان في البطوله هذا الموسم. فين؟